لقد رأيتك والمصائب والأشا حمم وحقد الظالمين يعربد تتوكفين حصافة وصلابة وتحذرين اليوم ما يأتي الغد. ها فعلا موقفة تقول لليزيد تقول لك كيدك اشع سعيك ناصب جهدك أو جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. بالفعل وقف الحسين سلام الله عليه الأيام هو يريد يستعد للنهضة يطلع من مدينة جده طلع بس طلع بعد إيش بعد أن خطط حمل النساء طبع لي عبد الله بن عباس قال له سيدي أنت عندك تجارب وأبوك عنده تجارب أنت شنو معنى حملك هالنساء وين مطلعهن لوين قال له شاء الله يراهن شبايا وهن كانن شبايا هي مو كانت شبية لا الواقع هي كانت تمرغ جبهة من شباها نعم تقول له اشع مهما شعيت وناصبها بما لك من منصبي شتفنا ويفنى دوي النفير وما خلق الزيف نعم من مذهبي وتبقى مراقد آل الرسول الواقع بقيت وظلت الآن على امتداد التاريخ الآن الحوراء اللي يدخل إلى دمشق تشير بكفها إليه تقول له هنا الحق هنا ملحمة الحق هنا الصراع. وقفت هاي المرأة إلى جانب أخيها الحسين